الإخوان كلها عاملين بث مباشر من قرية أو من مدينة ميت سلسيل، وبيقولوا إنه المظاهرات بالملايين بتنزح من محافظات مصر إلى هذه القرية الصغيرة أو المدينة الصغيرة من أجل إزاحة السيسي. ده خطاب الإخوان في إعلامهم امبارح. لا ابعد عن الخميس ده دلوقتي، لسه سيبه. أنا لا لا شيله شيله شيله. بس مباشر. طيب الرقم واحد، هي ازاي الكاميرات دخلت عشان تعمل بث مباشر لقنوات الجزيرة والقنوات الاخرى؟ رقم اتنين، الفيديوهات اللي اتسجلت للبعض. رقم تلاتة، اليوفط اللي اتعملت بسرعة. رقم اربعة، انه يتحط محمود حفظي قاتل واليديه حسب اعترافه، ويعني حتى الان ويتحط جنب منه صورة خالد سعيد. لو انت تذكروا خالد سعيد كان مفتاح ما حدث في يناير 2011. فما يتحط في كل الصفحات الإخوان والنشطاء والاشتراكين السنوي 6 أبريل وكل هذه الكتائب الإرهابية أو الميليشيات الإرهابية على السوشيال ميديا، الصورة اللي انتوا شايفينها دي كلنا خالد سعيد في 2011 ومحمود نظمي بريء في 2018. ده معناه إيه؟ ده معناه ان هم عايزين يكرروا السيناريو 2011. ده معناه ان هو عايز يفتح مجال اخر لإثارة الفوضى والبقى والدنيا بقى وتهيص ومظاهرات، وقال لك ان ايه الملايين رايحين. ملايين يا عم. وبعدين للاسف الشديد برضو هتلاقي ايه الحاجات دي، امبارح كذا حد يبعت لي حتى بعد ما خلصت البرنامج ليه متاخر، يبعتوا لي على الواتس الحق ده الملايين في القريه. ملايين يا عم، ابص كده ملايين منين دول؟ ده هم ده 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 في صفين امن مركزي وقفوا ما يجوش 20 واحد حاوطوا بيهم علشان بداوا بقى يحدفوا ويكسروا معايا راشد يا شباب وريني كده. طب انت حتى لو انت اهل البلد وعايز تتضامن مع محمود ما اسمه حفظي ولا محمود نظمي، تعمل كده المشهد اللي احنا شايفينه ده؟ يا ليه غبره وليه وتكسر ليه وترمي طوب ليه؟ ده مشهد طبعا. وانا مغمض كده اقسم بالله من حرك هؤلاء هم ميليشيات الاخوان. طبعا انا جاي لي كلام بس انا مش ماسك في ايدي حاجة، ان في فلوس اتوزعت الناس تتظاهر قدام البيت. البلد دي بقى مع ناس كتير ما تعرفش انها بلد الارهابي خيرت الشاطر اللي هو القائد الفعلي لجماعة الإخوان الإرهابيين. نفس الوجوه دي أهي في 2016 أهو، اسم البلد فوق أهو ميت سلسيل أهو أهو 2016 رابعة رمز الصمود. هم دول امبارح اللي طلعوا عملوا اللي انتوا شفتوه ده اللي هو ده. هم نفسهم. ويطلع الخنيس الشاذ اللي اسمه هشام عبد الله بيكلم الموجودين هناك واحد واحد على الواتس علشان يعملوا مداخلات. فعجبتني واحدة بيقولوا لي انها قريبة محمود، ردت عليه. شايفين المشهد؟ شايفين الصور؟ ردت عليه تقول له مين انت؟ فيقول لها انا عارف ان انتوا السيسي ظالمكم على الواتس، احنا عندنا سكرين شوت من الواتس. تقول له انتوا عايزين كمان تركبوا الموجه؟ فبقول لها انت مش فاكراني، ده انا ممثل وكنت بيفكرها يعني هو كومبارس، هو طول عمره نكره واشتغل معاه في مسلسل كومبارس. فقاعد على الواتس يقول لها انا كنت بمثل في البخيل وانا وفي معرفش ايه وفي ايه، اهو الواتس اهو قدامكم اهو، علشان تعمل مداخله. واحده جارتهم جارت بس البنت واعيه ومثقفه، فبعتله على الواتس تقول له ايه؟ تقول له انتوا ارهابيين وعايزين تركبوا الموجه. اتفضلوا. وطلع امبارح يندب طول الليل ويقول لك السيسي هو القاتل وهيلبسوها للواد. اي كلام واي هري واي استثمار للازمه بحيث انه في الاخر يبقى في موضوع
يفرغ طاقة الناس الإيجابية ويعمل تراب في الجو ويعمل بتاع وبرضو إيه يشوه الداخلية ويشوه القضاء ويشوه المحافظ ويشوه الأمن ويشوه الرئيس ويشوه الحكومة. جريمة جريمة مصعبة ومزعجة، والولدين الحقيقة يصعبوا على الكافر،